L'édito مع فاطمة كراي. الجهات اللي تخوف في تونس بالغول نقولوا لهم ابعدوا عليها، خاطر انتوما الغول بيدو. اليوم وغدوة تجتمع القيادات الأولى للاتحاد، الاتحاد الأوروبي. هالاتحاد الأوروبي اللي هو في داخل داره الدنيا شاعلة وفق هالحرب هذية اللي مش عارفين كيفاش دخلولها وكيفاش ينجموا يخرجوا منها. حرب تورطوا فيها، لا عندهم فيها لا باع لا ناع، ولكن تورطوا فيها على كل حال. لشكون باش يتلفتوا الأوروبيين؟ الأوروبيين مرة أخرى يتلفتوا لتونس، تونس اللي هما يعتبروها الحلقة الضعيفة، تونس اللي هما يجريوا في جرتها على أساس أني ما عندهاش إمكانيات، وأنها تعاني من قلة ذات اليد ومن قلة أيضا الموارد. اليوم يحبوا تونس يضعفوها، باش ما نقولش كلمة أخرى، باش يشريوها برخيص. وشنو معناها يشريوها برخيص؟ معناها يعتبروها أنه هو يأمروها بأوامرهم، وأوامرهم تقتضي ومصالحهم أنه تونس تكون هي المحتشد بين ظفرين للهجرة من كل المناطق اللي ماشية لأوروبا. وتونس وقت اللي هي تكون بدون موارد وتكون الدولة فيها ضعيفة كيف ما هي، وصلوها أبنائها إلى هذا الحد، فإنها ترضى باللي مدولها، يقولولها أعمل محتشد وعسنا على المهاجرين واخذ منا السيكوريتي أو الأمن متاعنا، وأحنا نعطيوك البضوعة أك التفتوفة اللي هي معناها حقيقة فيها حقارة. اليوم تونس كل مرة يخرج لنا مسؤول على اليمين وعلى اليسار ومن فوق ومن تحت، وهو يقول قلبنا على تونس، تونس هاو باش تصير لها أزمة، تونس باش تطيح، تونس باش تنهار. احنا نقول لهم سيبوا تونس، على خاطر هالغول اللي تخوفوا به هذايا ما هو إلا أنتوما. في كل مرة يطلع لنا واحد منكم ويقول راهي تونس باش تنهار، باش تعم الفوضى في البلاد، باش المسؤولين يرتبكوا، باش زاد القرارات ما عادش تأخذ كما يجب، ولكن ولا حد رناه قال تونس راهو فيها خيرات، تونس فيها عقول المفروض أنه ما نهربوهاش وما نهربوش الأطباء والمهندسين، تونس راهي تزخر بالإمكانيات وبالطاقة، فقط شوية بحث وشوية مادة العلوم من أجل أنه نوصلوا للشيء هذا. والآن مازلنا كيف قرينا البارح معناها مقال خرج على جهة أمريكية بحثية جيولوجية تتحدث على أنه تونس يمكن أن تولي يكتشف فيها الغاز والبترول طول العرض السواحل التونسية اللي هي ما شاء الله توصل 1400 كيلومتر. المهم مش هذا راهو، المهم أنه عملية التخويف هذه علاش يعملوا فيها، وعلاش يحبوا تونس دائما خايفة من غول هلامي، غول مش موجود كيف ما هم يقولوا، ولكن في الحقيقة وصاونا على كل المحاذير، وصاونا احنا توانسة يقولون ردوا بالكم من الجهة الفلانية ومن الجهة الفلانية، وعمرهم هالأوروبيين ولا غيرهم وغير الأوروبيين اللي قاعدين يهولوا في الأمور على تونس باش يربكوا بلادها ما ريناهمش يحذرونا منهم هما ومن مخالبهم، لأن مخالبهم صارت واضحة الآن وإحنا قاعدين نشوفوا فيها، يهربونا في كفاءاتنا ويردوا في المهاجرين ويرجعوا فيهم، ويحبوا تونس هي اللي تعس عليهم وعلى مصالحهم. مع فاطمة كراي.